لغاية ما يطلعوا معنا مشاهدينا الكرام. كنرحبوا بكم ونشكركم مبروكة. إذا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا بمدينة فاس وبالظهر بمنطقة الظهر الخميس. هاد الأم هذه اللي هي عمرها متزوجة وعندها جوج ديال البنيتات، قدر الله ما شاء، عندها واحد البنيتة مسكينة تقصت لها بالسرطان، هاد البنيتة في عمرها 6 سنوات. غادي نخليو هاد الأم تحكي لنا المعاناة ديالها مع هاد البنيتة، وفوقاش اكتشفت أن بنيتها ديالها مريضة لها بالسرطان. تفضلي أختي، فوقاش اكتشفتي أن البنت مريضة بالسرطان؟ اكتشفتها العام اللي داز في العيد الكبير، العام اللي فات في العيد الكبير. كيفاش عرفها اكتشفتي بحالاش؟ انا دولها واحد الولسيسات في عنقها ودرت لها عليهم العمليه في باب الحديد هنا في فاس. وقالوا لي غادي نديروا تشريح لديك الولسيسه. من طلعتها المركب كانت اكفس صدمه في حياتي. قال لي الطبيب راه البنيت عندها سرطان الدم، خرجت تحليله وهذه هي النتيجه. من تما ديت البنيته في غيبوبه في واحد الحاله لا يرثى لها، يعني الكبده كانت عندها، نفخت لها كرشه، يعني الكبده كانت عندها مريضه، عندها طحان مريض، عندها فقر الدم بزاف، صفراء، يعني واحد الحاله لا يرثى لها. طلعتها غير مشطه المركب. من طلعتها قال لي الطبيب البنيته راه حاله لا يرثى لها، راه عندها سرطان. تما تصدمت. فاش قال لك الطبيب، فاش قال لك الطبيب انها مريضه بالسرطان، شنو كان؟ طحت انا صافي، طحت تما سيمانه قسما بالله الا جاني الاكتئاب. ما كناكل، ما كنشرب، ما كنخرج، ما كنهضرش مع الناس، مصدومه، ما كنقدرش حتى نهضر. ما كيسولوني الطبيبه كتهضر معايا على التحاليل وداك الشيء وانا كنشوف فيها، يعني صافي ما كنتش قادره نوقف على رجلي. يعني من بعد نعست في السبيطار 20 يوم على ما قادوا لها الدم وقادوا لها داك الشيء، وعاوتاني كان خاصها الدم. قالت لي ضروري خصك تزيدي لها الدم. عطاتني التحاليل ديالها، كلشي غالي، ما كانش عندي باش نديرهم لها. انا عندي غير بيت وهي كاريه، يعني حالتي اجتماعيه صعيبه بزاف، يعني مكاينش يعني الحاله ضعيفه وزادت البنيته. والتحاليل غاليين بزاف، ولحد الان يعني بقات كدير الشيميو، ما كنلقاش باش نطلع في الطاكسيات، ما كنلقاش باش نشري لها. عندي دواء ب 1000 درهم، كل شهر خصها 1000 درهم وكثر كثر، لحقاش عندها التغذيه، عندها الترونسبور، عندها الدوايات بزاف بزاف، هادشي غالي علينا. ما كنلقاش، الناس كيموتوا بسبب واحد الدواء عاطيين هنا في المركب، ما كنلقاوش باش نشريوه، كيدير 14000 ريال. ما كاينش هنا في المغرب، ما كاينش في المغرب، كاين على برا. انا ما عندي حتى واحد على برا. والطبيب قال لي لا ما شربتش الدواء، هاد الدواء بنتك راه بحال ما كتعالج، راه بحال كان خول ما في الرمله. البنيته الصحيحه ديالها كي دايره والتصرفات ديالها كي دايره؟ حالتها كدير داك الشيميو كتجي ميته ميته، كتجي كتقيه، كتجي كتموت، كنجي كنبقى قيل تما محمله على داري. انا مرات عمرها البنيته شحال عمرها؟ عندها 6 سنوات. فاش كدير الشيميو كتحس كتجي كتموت، تقيه، الدوخه، كتقطع الماكله، 3 ايام ما كتاكلش، ما كتقدرش تمشي. دابا هي كنهز، انا مرات معاها اقسم بالله الا مرات، لحقاش ما عنديش اللي يهزها معايا. كنقيل تما من بلاصه الدم، كنزيدها الدم المركب مكرفصه غير بوحدي. اقسم بالله مرات بالاكتئاب، مرات نفسانيا، مرات معنويا، مرات ماديا، يعني ما عنديش هاد المساعدات، جميع المساعدات، لا ماديه ولا معنويه، وما عنديش. البنيته مسكينه حاسه براسها انها مريضه. مريضه بزاف. اش كتقول لك هي فاش كتبقى ماما كتقول لي اي حاجه كتشوف بعدا. اولا كنعاني معاها غير في الدار، كتشوفي شي ماكله كناكلوها حنا، كتبقى ماما انا كتعجبني هذه، عاد الحريق، كتبقى ماما كلشي كتحرقني. كتقول لك ديك الماكله كتعجبني، وهي مسكينه ما خصهاش تاكلها، ما كتقدرش تاكل، وما كنشريلهاش تديس. كيبقاش فيك الحال؟ كيبقى فيا الحال بزاف، يعني ودي السير ديالها غالي بزاف. عندها واحد 4000 ريال في السيمانه، هذه اقل ما يكون هي التغذيه، عاد الدواء، وعاد المصاريف الاخرى ديال الطبيب، وعاد الطاكسيات. ما كنلقاش باش نطلع، كنبقى نرغب مول الطاكسي يطلعني. كتبقى في كتدمرني، ماشي غير كتبقى فيا بزاف. يا ريت غير تعيش، يا ريت غير نلقى لها غير هاد الدواء. دابا ما كنلقاش باش نشري لها غير الدواء، ما كرهتش كنلقيت شي واحد يسال. مشاهدينا الكرام، المحسنين ديالنا اللي الخير في الدنيا كتلقاه في الاخيره، كي سمعتي هذه الام انها كتعاني مع البنيته ديالها اللي مريضه بالسكينه بسرطان الدم. مشاهدينا الكرام، الرقم ديالها نخلي الاخت قولي لنا اختي الرقم، الناس كيطلبوا الرقم ديال التليفون ديالها. 07 08 85 35 12. صافي اختي. 07 08 85 35 12. كسمعت المشاهدين الكرام، هذه الام هذه كتعاني مسكينه بواحد الحاله الاجتماعيه، راه كنشوفوا، راه ما بغيتش نوريكم كل شيء. عايشه واحد العيشه اللي هي مكرفصه، عايشه واحد العيشه اللي هي ما تقبلهاش العقل ديال الانسان.
كنقول لكم للسطع ما يساعد هذه السيده هذه، للسطع ما يدير الخير في هذه السيده هذه، ولو بالبارطاج، بارطاجيو هذا الفيديو باش يعم الجميع، باش يدخلوا محسنين اخرين، يدخلوا الناس اللي يساعدوا داخل الوطن خارج الوطن. غادي نقول لكم الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، ساعدوا الناس هذه الوقفه ديال هذه العواشر هذه اللي استطاع ما يساعد. واحد البنيته راه كنشوفها لتحت انها مريضه بزاف مسكينه، ضعفت كاع ما بقاش فيها ولات صفراء، ديروا الخير فيها، الله يسهل عليكم. اختي الزوج ديالك شنو الحاله الاجتماعيه ديالو؟ شنو ما كيد مريض، داير ثلاثة د العمليات يعني، وحالته لا يرثى لها، وطريح الفراش حاليا، طريح الفراش ونعس في السبيطار، ولا حول ولا قوة عندي، لا جهد لا قوة إلا القوة د الله سبحانه وتعالى. يعني بقيتي الحمد بوحدك؟ لله. أه بوحدي بوحدي بوحدي، ما عنديش العوين حتى من ناحية. دابا كنتقر أنا مرت يعني، مرت بسبب هذا الشيء، ما كنكون خارجة غادية غير الطاكسي كنبقى نبكي، كنتعطل عليها بالحصة، كنطلع عند الطبيبة وكتقول لي تعطلتي، كنبقى نقسم لها بالله، كنقول لها ما لقيتش باش نطلع في الطاكسي، ماشي تعطلت، أنا ما عنديش باش نطلع في الطاكسي، ما كنلقاش باش نطلع هاد البنت. وضروري خصك تشد داك الطاكسي باش ما تسالش، ضروري البنت ما تستحملش، ما عندهاش المناعة، كتقول لي الطبيبة ما تركبيهاش في الطوبيس، ما عندهاش المناعة، ضروري البنت خصها الطاكسي، وما كنلقاش باش تشري لها الدواء، مرضت لي صافي يعني. البنت كانت حالتها شويه مزيانه، كانوا بقاو كيديروا لها الشيميو مزيانه الدواء، ما بقيتش نلقى باش نشري لها الدواء، مرضت. شكون اللي كيساعدك في الحياه؟ حتى واحد، حتى واحد. كيفاش عايشه؟ حتى واحد، يب وحدي غير الله. عايشه انا براسي ما عارفاش راسي واش عايشه ولا ميته، اصلا انا اصلا مت، ما باقي فيا غير الجسد هو اللي خدام. كتقاتلي من هنا ومن هنا وصافي، وقضية الغرام. داك الشيء هو اللي اثر لي في نفسيتي، يعني انا اصلا خصني نكون قويه باش نوقف معاها، وبسبب هذا الشيء الدعم اللي ما كاينش انا ضعفت، يعني دابا مازال الله سبحانه وتعالى هو اللي قابط لي في هذا الروح باش كل شيء، المرض بنيتها والمرض ديال الراجل والحاله الماديه. كنطلع عنده هو وكنمشي عندها هي، وكنقابله هو وكنقابلها هي، انا براسي صحتي مرضات، اقسم بالله اللي كنبغي انا براسي دابا حاليا محتاجه طبيب. حاليا بزاف بزاف يعني، حسب القهرة وحسب قلة الشي وحسب يعني الضغط، ضغط مادي، ضغط معنوي، ضغط يعني ديال المرض، ما كراش مساعدات بزاف بزاف. كنتمنى كنتمنى لو كان يجي شي واحد يساعدني ويوقف جنبي، بحال اللي يحفزني، بحال شي واحد كيطيح وكيجي يقبط شي واحد كينوضو، يعني الله يجازيهم بخير. شنو تطلبي من المحسنين؟ بغيتك تطلبي شنو؟ هضري نيشان ليهم. كنطلب منهم يساعدوا هاد البنيته ويوقفوا معاها، الله يجعل ربي يوقف معاهم في الدنيا وفي الاخره، الله يجازيهم بخير، الله سبحانه وتعالى هو اللي هادو كيشريو جنتهم معاها، راه بحال كينقذوا حياتها، راه البنيته في يدهم وفي يد الله سبحانه وتعالى، راه محتاجه الدعم ديالهم. سيدنا الكرام، هاد السيده بالدموع كتبكي وكتقهرت، تجمع عليها كل شيء، لا عيشه مزيانه، لا الراجل المريض، البنيته مريضه، كل شيء. كنزيد نقول لكم مشاهدينا الكرام، اللي استطاع ما يساعد هاد العائله هذه اللي مكونه من الرجل والمراه وجوج ديال البنيتات، وبنيته مريضه بسرطان الدم، الام كتعاني، خصها الطاكسي، خصها الدواء غالي، خصها بزاف ديال الاشياء، حتى الماكله كي قالت هي ان الماكله خصها ماكلتها خاصه، البنيته كتشوف اختها وامها كتاكل، كتقول لها ماما انا بغيت ناكل. التحاليل ديالها كل سيمانه عندها تحليله 4000 6000، ما يمكنش شي سيمانه ما ديرش تحليله ب 4000 6000. دابا لدرجه وصلت كنطلع بلا تحليله، كنقول الطبيب ما لقيتش باش ندير لها تحليله، كتقول لي سيري ما غاديش نديرو لها الحصه، يعني البنت كتمرض بسبب هادشي، كتقول لي شوفي انت لا تخرجي على بنتك، شوفي شي محسنين، شوفي جمعيه الطبيبه ما كتخليليش، كتقول لي ما يمكنش ما تقلبيش، كنقول لها راه ما لقيتش، انا اصلا ما قادرش حتى ندي بنتي للطبيب، راني كنقول لها كنقيل كندور، ما لقيتش حتى شي واحد اللي يوقف معايا الا الله سبحانه وتعالى. وغادي نتمنوا من كون شي اذن صاغيه، تكون شي محسن كيسمع فينا، شي ولا شي محسنه داخل الوطن ولا خارج الوطن. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، كنقول لكم هنا هاد السيده كترجاكم، هاد السيده كتطلب الرحمه ديالكم، وكتطلب هي الرحمه كتطلب من الله سبحانه وتعالى، ولكن كتطلب الاحسان ديالكم وكتطلب الخير ديالكم، عاونوها باش ما كان راه عايشه في واحد الحاله اللي هي دمار شامل كي كيقولوا. وهنا مشاهدينا الكرام كنقول لكم عواشركم مبروكه، وخليناكم في رعاية الله، وإلى اللقاء.